تحسوا كده ان انا ايه بقى بتنقل بسرعه قوي من يوم في اكل وحاجات حلوه. اه طبعا برضو النهارده في حاجات حلوه على فكره، بس اللي هو ايه بنقل نقله سريعه قوي من الحد للاتنين كده، اللي هو على طول كده اه الكيرف بتاعي بيطلع ينزل على طول. ليه؟ الاسبوع محتاج تجديد وتغيير دايما. ما تثبتيش على حاجه هتزهقي وتزهقي الولاد. عايزه اقول لك النهارده وصفتنا زي ما اتفقنا، مش معنى انها صحيه مش شهيه، لا وصفاتنا حلوة جدا. تأكد لو انت عايزة تعملي دايت مش عايزة تشيلي هم ان هعمل ايه للولاد، فكل يوم اتنين هتعملي وصفات ليكي انت والبيت تقدري تمشي عليها بالاسبوع. اول وصفة معايا هي انا بسميها يعني وصفة الجوكر. اي حد عايز ياكل خضار ومش عارف طريقة ليه حلوة، الوصفة دي خطيرة لذيذة مغذية فيها ميكس كبير من الخضار. تقدر تتعمل بأي خضار معاك، بس طبعا خضار بيدخل الفرن يعني خضار محمل ما ينفعش طبعا ورقيات، بطريقة بتتبيلة حلوة قوي طبعا صحية جدا ونتيجتها رائعة. عايزة أقولك الولاد ممكن يزقزوا معاكي فيها. دايما بشوف إن الخضار لما يتعمل بطريقة غير إن هو مثلا رو، لا يشجع الولاد إن هم ياكلوا. طيب ايه هي بقى وصفتنا النهارده؟ يلا بينا نقولها. هنعمل اول حاجه، بس كده الورق بتاعي كتير شويه، خضار سوتيه، وهعمل جنبه صوص خطير من الزبادي. صحي بقى. طيب هعمل ايه؟ قرنبيط بروكلي، اه من اولها كده قرنبيط وبروكلي، وجزر حلقات، وبطاطس حلقات، وشويه زيت زيتون. هستخدم كمان ملح وفلفل اسود، ثوم مفروم، زعتر، كاري، بابريكا، شطه اختياري. ها طيب، ونيجي بقى نعمل صوص زبادي خطير. عباره عن ايه؟ زبادي، ثوم مفروم، نعناع جاف، رشه سماء بتدي مزازه ولذاذه ما حصلتش، وبرده للتزيين النعناع بتاعنا. مفيش اساسا حاجه، يعني حاجات بسيطه جدا وسهله جدا. انا بقطع الخضار بتاعي البروكلي والقرنبيط من الحاجات اللي موجوده طول السنه، حتى وان كانت هي فروزن انا بجيبها فروزن وبدخلها. عايز اقول لكم القرنبيط من الحاجات اللي حلوه قوي يا جماعه، حلوه جدا انها تتاكل، بس شرط انها تتغسل كويس قوي قوي قوي، ده لو كانت فريش. لكن لو كانت مجمده فهي خلاص اساسا يعني هي مطهيه. وكمان عندي هنا القرنبيط عندي كده مطهي. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ انا عندي هنا البطاطس بتاعتي، بصوا مقطعاها ازاي هي والجزر. حاضر، ادي البطاطس بتاعتي اهي، مش تخينه ومش رفيعه خلاص، وكمان الجزر. ليه؟ علشان كلهم ياخدوا سوا واحد. عايزه تقطعها ويدجز اتخن من كده هتاخد سوا معاكي، فالخضار شويه هيتهري. لا انا عايزاه برضو يطلع مش مهري قوي، انا عايزاه برضو يكون ايه في قرمشه خلاص. طيب هعمل ايه؟ حاضر، هروح حاطه عندي هنا كل حاجه، مفيش اسرع ولا اسهل من كده، كل حاجه عندك. وعندي هنا كمان الجزر، وعندي هنا القرنبيط والبروكلي، كله على بعضه كده يا بيبا. اه كله على بعضه كده. وتعالي بقى نروح عاملين ايه تينو كده هنا، نازلين عليه بكل ده اللي هو كل التتبيله، الثوم، شطه اختياري، يا رب ما تخلينيش اعطس، وزعها كده وبعدين بقلبها تكون مسكت. وعندي هنا بابريكا، كله كله كده. وكمان عندي هنا رشه كاري والزعتر من الحاجات الحلوه قوي، وملح وفلفل اسود وزيت زيتون، ونقول الو يا ايات. ايات، ازيك يا ايات؟ الو، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت بتاعت الشيش طاووق صح؟ ايوه انا. شفتي بقى انا فاكره ازاي يا ايات من امبارح. عامله ايه يا حبيبتي؟ حضرتك ايه اخبارك؟ الحمد لله بتوع حضرتك يا حبيبتي، منوراني ومشرفاني، مبسوطه انا سامعه صوتك امبارح والنهارده كمان.
وانت كمان والله مستنيه لما حضرتك. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله هرتبها صدقيني وهفاجئك، هتلاقينا بنكلمك وبنفاجئك. ان شاء الله يا حبيبتي. قولي لي، نعم، اتفرجتي على حلقه امبارح؟ حلقة جميلة. كلميني بقى على البوفتيك وضفتي. كانت تحفة، والضيفة اللي كانت امورة. حبيبتي امورة، اه قصدك ايه ان انا بقى مش امورة؟ ماشي يا سلمى، ماشي. حبيبتي لا طبعا، هي طبعا امورة، هما مذيعات تن كلهم جمال جوه وبره. حبيبتي نورتيني يا اياد. نعم اسمها سلمى صح، شاطرة. ماشي يا حبيبتي نورتيني يا جميلة، بجد اتبسطت جدا جدا من وجود سلمى عادل طبعا معايا امبارح، ومذيعة طبعا صباح الورد. البرنامج بيتذاع من الساعة 9 ل 10:30. طبعا هما في اتنين اجمل من بعض، مذيعة ياسمين وكمان سلمى، الاثنين ألذ من بعض واجمل. واستاذ ديو بيقول لي وانا طبعا هو بروديوسر كمان برنامج صباح الورد، فبقى مبسوطه جدا بصراحه باي ضيف يكون معايا، خصوصا لما بيكون حد كمان قريب مني وعارفين كده نعمل ايه كيمياء كده ما بيننا احنا الاثنين. يعني انا طلع معايا ناس كتير، بس لما بيطلع كمان ناس قريبين منك اساسا ومن شخصيتك وما بين كيمياء، فبتعرفوا ايه الكيمياء دي بتظهر، ما تقلقوش هزاركم يضايق حد فيكم. فانا كنت مبسوطه جدا طبعا من وجود سلمى معايا امبارح، ومبسوطه جدا بقى كمان ان الوصفه عجبتكم ونفذتوها. يعني مش عايزه اقول لكم دي اكتر حاجه تبسطني يا جماعه، سرعه الاداء والثقه. البوفتيك الكذاب والكميات، يعني لسه حنان بتحكي لي بتقول لي يا شيف ده انا عملته بنص كيلو، اتغديت واتعشيت وعدت منه في الفريزر. ايه حنان مالك بقى؟ مش مصدقه ان انا قلت اسمها. عادي حنان مش هجيبك معايا ما تقلقيش. فانا مبسوطه جدا، بتقول لي مش ممكن طعمه زي البوفتيك بالظبط، واتبسطت منه جدا. وكم بقى مسجات اللي جالي كده، ايه البركه اللي موجوده فيه ده؟ لا ده احنا عملنا منه كميات حلوه جدا. فمبسوطة جدا يا جماعة حقيقي. وانتوا طلبتوا كمان يعني برضو المسجات ان انا اكتر من الوصفات دي. بصوا انا هقول لكم على حاجة، انا هدخل بس ده الفرن واجي اكمل رغي معاكم، اشيل دي خلاص اجي اكمل رغي معاكم. بصوا انا هدخله شوية واطلعه اقلبه وادخله تاني، شوية اطلعه اقلبه وادخله تاني. انا بحب الوصفات الاقتصادية زيكم جدا، بس ليه انا مش بطلع اعمل اي وصفه اقتصاديه تيجي في دماغي وخلاص؟ لاني عايزه برضو احافظ على طعم الحاجه، هو مش عجين وخلاص، يعني هو مش انا هعجن واعمل وخلاص، لا لازم الحاجه يا جماعه يكون فيها فايده ويكون فيها بركه، وما اجيبش الحاجه انا نتيجتها ما تعجبنيش وما انا عاملاها علشان مجرد ان هي اقتصاديه. لازم لما اعمل حاجه تعجبني اعرضها عليكم، ما عجبتنيش تاكدوا ان انا مش هعملها. فانا بترجت جدا الوصفات الاقتصاديه، ولكن اللي هي فعلا هتعجبكم. ماشي ماشي، يعني مثلا قولي يا ديو. ماشي تعالوا نعمل بقى ايه الصوص بتاعنا، ونبقى كده قفلنا على الوصفه دي. فيها اي حاجه سريعه جدا ولذيذه جدا وهتعجبكم قوي قوي، ويا سلام عصره ليمون بعد ما تخرج كمان هتعجبكم قوي. طيب يا فاطمه ترجعي كلميني تاني يا فاطمة. طيب تعالوا بقى نعمل صوص الزبادي الخطير بتاعي اهو، احط هنا على طول. انا مش محتاجة اي حاجة غير ان انا احط الثوم والزبادي. بصي بقى، خدي من الخضار وحطي في الصوص، يعني بلاش نحط الصوص على الخضار، لا سيب الخضار كده بطعمه. يا ايمان قلب ايمان، يا ايمان الو ازيك يا ايمان؟ اهلا اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. ليه عندك إيه؟ طلب اموري توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. وطيت والله بجد، تعبنيش عشان كنت سامعه صوتي. عامله ايه يا ايمي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي عامله ايه؟ الحمد لله. بتكلميني منين يا روحي؟ بكلمك من اسكندريه. اه اهلا بيك وكل اهل اسكندريه الجمال. اسكندريه عامله ايه دلوقتي من غير يا امين؟
هو انا كنت حاسه الاتصال هيبقى فيه حاجه من الاول. حاولي تكلميني تاني يا امي. اسكندريه عامله ايه يا جماعه من غيري؟ وكل السواحل عاملين ايه من غيري؟ ان شاء الله هيكتب لنا في يوم نشوف البحر. بصوا هنا بقى الصوص بتاعي جاهز. ممكن احط كمان شويه ايه، ليمون، ممكن احط خل. بس كده جهز معايا النعناع والثوم والسماق. وبس كده اروح حاطه ايه بقى، ازينه بالنعناع بتاعي ويبقى كده جاهز على التقديم اهو. هوا الزبادي ده يا جماعه انا بخلق منه صوصات كتيره جدا. طب الصوصات الكتيره دي جت من ايه؟ يعني لو الزبادي ده حطيتي عليه شويه مستردة هيديكي صوص، لو الزبادي ده حطيتي عليه مايونيز بس طبعا لايت لو احنا بنتكلم عن النهارده هيديكي صوص، لو حطيتي عليه شويه نعناع هيديكي صوص، شويه سماق لوحدهم هيديكي صوص، خيار مخلل رائع، بعمل منه توميه سريعه. وعندي الولاد اساسا يعني دلوقتي ممكن يحطوه جنب اي اكل. طيب ادي عندي كده ده جهز. تعالوا بقى نروح